بداية حلقتنا دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام، ليلة حزينة للأهلي في تونس. الخطيب طالب الفريق بالصمت بعد خسارة لقب دوري الأبطال الأفريقي. رئيس النادي يرفض القرارات الانفعالية، ولجنة الكرة تحسن خطة المرحلة المقبلة. الأهرام، واقعة هشام محمد موثقة بالصوت والصورة، اتجاه للاحتجاج رسميا بسبب الاعتداء على حافلة الفريق. الأخبار، الأهلي والنهاية الحزينة، لعب بالتاريخ في رادس سقط في جغرافية الترجي. روز اليوسف، الكاف يهزم الأهلي في رادس. روز اليوسف، الكاف اغتال الأهلي معنويا قبل رادس. الأخبار المسائي، أحزان الأهلي مستمرة، الخطيب يستعد لفتح الملفات الشائكة، وكارتيرون يعيد ترتيب أوراقه. أسرع عن أنيابه لتصحيح المسار، عقوبات بالجملة للاعبين المقصرين. الشروق، عقوبات قاسية على لاعب الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي. تغييرات في الجهاز الفني والطبي، ومنح الفرصة لحمدي وأكرم وشريف وصلاح، وعودة إكرامي لحراسة المرمى. في الأخبار المسائي، القيا، الكاف أباح دم كارتيرون.